5 أشهر مرت على غلق مخيم الشوشة ببنجردان، وبقي به أكثر من 200 لاجئ عالقين يعيشون أوضاعا صعبة، منهم من اختار الاعتصام، فيما نظم البعض الآخر وقفة احتجاجية أمام السفارة الألمانية للمطالبة بتوطينهم في إحدى الدول الأوروبية بعد أن رفضوا الاندماج في تونس أو العودة إلى ديارهم. مخيم الشوشة ببنجردان لم تبقى منه بعد قرار غلقه سوى بعض الخيم المهترئة التي يعيش بها أكثر من 160 لاجئا من جنسيات إفريقية مختلفة. وضع صعب اشتكى منه المقيمون بالمخيم. من شهر 10 ما في مسؤول جانا في مخيم شوشة قال لنا مالكم، في الناس المرضانين، في الناس التعبوا، في الناس الجنوا. نشحدوا في المية، نشحدوا في الماكلة، نبوع الدواء، نطلبوا فلوس من هنا نمشي نبوع الدواء بالشيء الفلاني. عارفين انتوا الدواء غالي، الصغار ما الصغار هذول، من غير حليب من غير شمالات، الوضع يعني سيء. المقيمون بالمخيم يحملوا بعضهم صفة لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يقيم بعضهم بصفة غير قانونية، وضعية اقترحت الحكومة حلها بإدماج من سويت وضعيته بتونس وترحيل الباقيين. عمليا الناس هذم وجودهم يا اما يترحلوا لبلدانهم الاصليه، وهذه المنظمه الدوليه للهجره يتكفل بمصاريف ترحيلهم، واما يقع ايقافهم. حلان مقترحان رفضهما اللاجئون، فاعتصم بعضهم امام مكتب مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، فيما شارك البعض الاخر في وقفه احتجاجيه امام السفاره الالمانيه. فنطالب العالم والحكومه الالمانيه ان تاخذ دورها في إعادة توطين هؤلاء اللاجئين وإنقاذهم من الموت المحقق الذي نتعرض إليه في صحراء شوشة المنسيين فيه. ممثل عن المحتجين حمل مطالبهم بإعادة توطينهم في إحدى الدول الأوروبية وسلمها لمسؤولة في العلاقات العامة بالسفارة الألمانية، مطالب أعلن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صعوبة تحقيقها لارتباطها باحتياجات الدول الأوروبية. البلد ذو السيادة هو الذي يقرر في إطار مشاوراته السنوية مع المفوضية عددا معينا من اللاجئين، وعلى خلفيته تعرض المفوضية ملفاتهم بعد أن يحدد البلد والشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين ستقبلهم على أرضها. وهكذا فأنتم ترون أن الأمر ليس بسهل، وقرار التوطين بأي بلد ليس بيد المفوضية. منح مالية شهرية لا تقل عن 1500 دينار عرضتها المفوضية على كل لاجئ لتسهيل حصوله على مسكن وصيانة كرامته، فيما كلفت وزارة التكوين المهني بإلحاق اللاجئين ببرامج التكوين وتمكينهم من رخص عمل وقتية، وكلفت وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة الأوضاع الإنسانية للاجئين الذين سويت وضعيتهم القانونية.